نعالج في هذا المجلس الشريف كتاب الإمام النووي الذي جمعه وسمي بالأربعين النووية، والأربعون جاءت من حديث ورد عن سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه: من حفظ على أمتي 40 حديثا حشر يوم القيامة مع الفقهاء. وتنافس العلماء في جمع 40 حديثا، بعضها يختص بالبلدان، بعضها يختص بشيخه، بعضها يختص بموضوع معين، بعضها يختص ببلد معين، وهكذا. كان الصحابة الكرام يحبون أن يسمعوا مفاتيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفتحوا بها الالتزام والتكليف مع الله سبحانه وتعالى. فكان أحدهم يأتي ويقول: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك فيه. يريد كلاما مختصرا يكون بابا ومفتاحا للدخول إلى الديانة. وصار كثير من أئمة الإسلام ومن مجتهديهم ومن مفكريهم ومن علمائهم في البحث عن تلك الأحاديث التي تعد مفتاحا وبابا للديانة الإسلامية. بعضهم جعل ما توصل إليه أنه مفتاح للديانة في أول كتابه، فيذكر ذلك الحديث المختار في أول كتابه، وبعضهم جعله في آخر كتابه، وبعضهم اختاره وقال: الإسلام يتلخص في هذه الأحاديث الثلاث. بعضهم جعلها أربعة، بعضهم جعلها خمسة، بعضهم جعلها ستة، وهكذا. فجاء الإمام النووي وجمع كل الأحاديث التي قيل فيها إنها من مفاتيح الإسلام ووضعها في هذا الكتاب المبارك. نرى الإمام البخاري يبدأ صحيحه بحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكأن هذا الحديث هو المفتاح، حتى قال الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر: إن النية تدخل في 70 باباً من أبواب الفقه. وختم صحيحه كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فكان أول الأمر الذكر وآخر الأمر الذكر. ونرى الإمام مسلم يجعل في صدر أصل صحيحه حديث جبريل، حيث جاء يعلم الناس أمر دينهم، فتكلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن شرائط الساعة وما سيكون. وبنى المسلمون مكتبتهم وتقسيم علومهم على هذا الحديث، وجعلوه مفتاحاً للديانة. فقسموا العلوم إلى علم العقائد وعلم الفقه وعلم التصوف والدراسات المستقبلية التي أسموها بالفتن. هذا التقسيم
أثر كثيرا في قضية التأليف وفي قضية التدريس وفي قضية ما الذي يعد من علوم المقاصد وما الذي يعد من علوم الوسائل. بنى الهيكل الفكري الذي محوره القرآن الكريم في حضارة المسلمين. إذن فمعنا نحو 40 ويزيد، هم 43 حديثا. معنى تلك 40، نأخذ هذه 40 من الإمام النووي. أولا، حتى نحشر في من حفظ على أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 40 حديثا، ونحشر في هؤلاء الطائفة الطيبة والزمرة العالمة. وثانيا، هذه أحاديث مفاتيح للإسلام. وثالثا، هذه أحاديث تجمع ويمكن الانطلاق منها في كل مواضيع الإسلام. هذه أحاديث قابلة للحفظ، وأحاديث قابلة للدرس والتدريس، وأحاديث قابلة للشرح والاستفاضة. فجمع الإمام النووي لما نور الله قلبه، جمع بين كل هذه الصفات في كتاب صغير لا يتجاوز صفحات.